حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن وابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشه في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم